شباب اليوم سكوربيون بالمطبخ عمي. اليوم راح اشوفكم الدجاج شلون تسووه وطريقتي بانه اني شلون اسوي الدجاج مالتي، فشي سريع ما يطول وطيب. يلا خلينا نبدا. اول شغله اكيد طبعا قبل كل شيء لازم الإدانة تكون نظيفة لازم. فحضرت الدجاج مالتي، طبعا تريد تقيس او لا براحتك، هذا الشيء يرجع لك. فأول شغلة نبدأ بيها راح نقطع الدجاج وصدر الدجاج زين. شلون ما تريد تنظفه انت نظفه، حب اسوي يعني قطع خلي لك فد شو تسموها ما اعرف شو تسموها، المهم فد شيء تخلي فيه الدجاج حتى بايركس عن لكاته بايركس، لانه اليوم راح نشوي. فاهم شيء تنظف الدجاج مالتك من الجلد. اي فوكين هيت ذا شيت، هذا الجلد الزايد اللي اكرهه خليه يولي. اوكي قطع هيك يعني اللي احبه، والقطع تكون شوي نوعا ما كبار. اوكي توقعات كل واحد وتغويلته، شو ما تقطع قطع بعد عمك. حاول القطع لا تكون حيل ثخينة على مود شوي تستوي زين. اليوم احنا شوية بالفرن. اوكي هذا حاليا اللي يكون كافي كغدا، بما اني دا ضخم فما احسب كل الوجبات لانه صار لي هواية احسباني، فنوعا ما اعرف انه ايش قد بيها. فتقريبا يطلع بيها 250 غرام. فمثل ما شفنا ساحة قطع الدجاج ضروري ضروري هيك سوالف تدبها وين بالسنك تغسل ايدك لازم، ما نريد يصير بيك تسمم والله شنو عم تزيد تغسل ايدك. اوكي الدجاج هذا بعدين نجي هسه. اول شغلة الدهن او الزيت اللي راح تستعمله، تقدر تستعمل زيت زيتون، تقدر تستعمل زيت الطبيعي براحتك، شوف انت ياهو اللي تفضله اكثر ياهو الصحي اكثر بالنسبة لك. اوكي دين 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 هذا يكون اوكي. نجي البهارات اللي استعملها. اول واحد بابريكا، ما اعرف طبعا اذا ما تعرفها بالعربي هسه اشوف بالعربي شنو اسمه وخلي بالفيديو، بس المهم بابريكا فتشي كلش حلو احبه اني احب استعمله. بالمناسبه هذا مو حار مو سبايسي ابد، فلا تخافوا لان انا كلش اكره السبايسي. المقدار ايش قد كيفك يعني تقريبا هالقد يكون اوكي. ثاني واحد جرام مازالا سبايس بلند، فد خليط من البهارات ما اعرف شنو راح انزلكم اياه من هناك. امينا فوقه هذا يكون اوكي. واكيد سولت ملح امينا لا تنسوه تكون اوكي. فهسه هذا اللي الموجود، هسه عاد لازم الايد تكون نظيفه لان راح نبدي نخلط. اوكي طبعا بالمناسبة اذا تريد تسوي هالخلطة وتحضرها بعدين يعني تحضرها مسبقا وتذبها بالثلاجة على مود خلينا نقول شي يصير لها سيزنينج اكثر، يعني ال شي يسموها السيزنينج تصير احسن تتشبع بها اكثر وتضيفها مو مشكلة. بس حاليا اني لانه على السريع اذا اشوفكم فما راح احطه بالثلاجة. نرجع نغسل الايد. Gotta keep it clean guys. المهم عندي لسه شوية مي هلقد يكون اوكي. حلو خلصنا نجي على الفرن. الفرن مالتي يعني كهربائي، شعلته درجة حرارة 200
زين درجة الحرارة 200 راح نخليه لأن راح يصير الفقرة مالتي راح نخليه درجة الحرارة 200 التوقيت راح نخليه 20 دقيقة زين راح أحط التايمر مالته 20 دقيقة 20 دقيقة راح أخليه على درجة حرارة 200 وراها أرجع له ونكمل الفيديو. أوكي شكيت بقى بالتايمر 6 5 4 3 2 1 طط طط طط. أوكي أنا هسه خلص الفكرة عاد درجة حرارة كانت 200 قللها نسويها 100 هذا 100 وأسويها بعدين التوقيت من 18 إلى 20 دقيقة عادة نخليها 18 دقيقة ما أفتح الفرن أحب أبقي الحرارة موجودة جوا والبخار والدخان مالته كل جوا محبوس أوكي السبب إنه أخليه 100 لأنه ما أحب يكون درجة حرارة عالية بحيث يقسم الدجاج حيل يصير قوي فهيجي ورا ما 20 دقيقة إنه نوعا ما يستوي أسويها 100 على مود يكون مستوي بس بنفس الوقت يكون لين حلو فساعة 18 دقيقة مثل ما قلت ما افتح الفرن وخليت التايمر عليه بعد وراها يكون كليته اوكي حلو فاذا عندكم فرن ما بيتتحكم درجة الحرارة يعني شوف لك درجة الحرارة مقاربة وبقيها انه هي تكون نوعا ما 38 الى 40 دقيقة حلو وخلصت ال 18 دقيقة واحد تمام هسه نطفيه اي طفينه نان عاد عندي احلى لقطة بس بعد الحرارة راح تطلع واو هذا هو الدجاج خلص خلنا نطلع هذا الوالكم ترى حار حيل فوالا سعد اروح ناكل تنسوي هسه اروح ناكل وهذا هو شلون نسوي الدجاج طبعا يخبل فسعد انا راح اكمل غدا مالتي ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو نشوفكم اكيد بالفيديو الجاي.